أبو خشم، وما أدراك ما أبو خشم؟ أبو خشم وما أدراك ما جمال أبو خشم؟ أبو خشم وما أدراك ما جمال أنفه أبو خشم؟ أبو خشم هو بطلنا. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاميني يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا النهارده هنلعب لعبه ابو غشم، هي لعبه سعوديه كده حلوه وجميله. يلا بقى ندخل في الجيم بلاي عشان ما اطولش معاكم، ويلا. طبعا ده الحاج ابو غشم، بص هو ده شكله، تحسه كده ملوش عينين ولا وعنده كرش. ما طبعا واقف مع قدام بيته بدأ ياخده بالتقسيط. وبصوا بقى، انا خلصته وضبته كل حاجه، اخش كده نعمل له شويه تضربات على السريع. طبعا ده بيتي، شايفين يا جماعه الجمال؟ جمال يعني، دينا في ده فترة بس كده مش قايلين لازم. ده بيتي كالعادة. بصوا يا جدعان، تواضيب سوبر لوكس، عايز احكي لكم. طيب اقول لكم ايه؟ طيب ده عمه كده بيساعدني دايما في المهمات، تمام. وده بيتي بقى، انا على فكرة انا موظف له كل ده. تعالوا بقى ايه، نتفرج على الاوضة النوم. بص بقى ايه خرافة. بصوا نعمل لك شويه تحديثات هنا، حاطين بتاعت احط لك بتاعت مزرعه كده نصها في الارض، ديكور، مطبخ، اساس، مكاتب، كتب. لا مش عايز دي مكتب، امان، خزائن، لا مش عايز طاولات مكتبيه. حد بين عليا؟ معلش مش راضي. بعد وقت كتير بقى ايه قررت اشتري البتاع دي. بيني وبينكم يعني اهي، بصوا انا لا في حاجه كمان مش عايزها. طب اخرى لوحات وفينا انا اقول لها ساعه، احط لنا ساعه، في ساعه ثانيه احط ساعتي بتوأم. شايفين يا جدعان الشياكة؟ تقول لكم ايه نكملها اصبنا. احلى اصبنا ده ولا ايه؟ طب اقول لكم بقى ايه، عملنا شوية حبكشات. بصوا شايفين انتوا الاصبنا عامل ازاي؟ والله اصبنا ساعات ايه حاجة بتاع النفس. نكمل ايه توضيب الاوضة. خزائن، طاولات، مكاتب. بص اخويا من الاخر كده بيني وبينك، انا حاطط البتاع ده عجباني. فين؟ لا مش حلوه. ديكور وتزيين. ايه ده دماغي عشان انا بخش اشوف جماله. طب ايه نحولها بايه؟ باتنين. شايفين المراية عاملة ازاي؟ جبنا على شكل بياض، انا نور، فين نور؟ نكمل تواطيب. عندك هنا كتب، واو. واخدين بالكم هنا؟ حس كده، كتاب مصحف، لا كتاب عليه مسجد. شايفين يا جدعان واخدين بالكم انتوا؟ الكتاب ده تيجي نحطه فين؟ نحطه على تعالي. كويس. اقعد هنا اتفرج على التلفزيون. و نقعد نتفرج. عليك قول الحقيقة إلا إذا اضطررت للكذب، وإن كذبت عليك أن تصدق في كذبك إلا إذا كنت تصدق مع كذاب، والكذاب سيصدق ما قلت من كذب، عندها يكون الكذب أصدق من الصدق، والصدق أكذب من الكذب، فيستوي الصدق والكذب. ايه الهيافه دي؟ عشان لعبه سعوديه بس شغلنا حاجه معفنه. لا اسف عايز ايه؟ في بقى ايه؟ ندخل الحمام. بص يا جدعان اقسم بالله حمام سوبر لوكس. لا ده المطبخ، مطبخ معلش، بتاع مطبخ معلش انا اسف. شايفين انتوا تلاجه وغساله وبتاع كده مش عارف احط فيها ايه؟ بتاع كده نحط فيها حاجات جايه. كتب، نبات حط في المطبخ، ده يكون حاجه خرافه. بص الاناقه،
جنب الباب هنا. لا خليها هنا. شايف انت الشياكة؟ حاجة الشياكة ايه؟ بسرعة كده مرايا ايه؟ منحوتات. منحوتات. بص يا جدعان، دي منحوتات كده بتعمل بتاع مش عارف بتاعتي، بس يلا. جيب لنا الساعة حطها هنا. دي الساعة عاملة ازاي؟ دي عصفور. ندخل بقى ايه؟ حمام. الحمام تحس هنا ايه؟ فبقى انا اللي موضبه ومظبط له اخر تظبيط. نحط له ايه؟ عمدك وجدران وبتاع. انا هحط بتاعي هنا عشان لو رجلي كسرت في الحمام الحق نفسي. والله انا هايف. نخرج بقى هنا. ده هنا بقى ايه؟ نحط بتاع هنا. مش عارف بتاع كده حلو. ندخل بقى ايه؟ للمكان السري هو مكان الجيمنج. عندك انا بقى ايه ده؟ كود بوك. انا موجود سعادة اللواء. اللواء وش تبي انت وخشتك؟ ابو خشم دخل علينا البيت. معلش العمر 42 عام. معلش شنو يا جدعان كالعادة، ده لابتوب جيمنج 1080 جي تي اكس و رامات 16 و22 تيجا. بصوا اخر تظبيط يعني، حط عليه العاب حلوة. عندكم بقى ترابيزة ب 600 جنيه ولا حاجة شبه كده. يا نحط دي. لا ما انا عجباني. شايفين يا جماعة الشياكة؟ طب بصوا الرسامة ديت، دي الشهادات بتاعتي، واخد دبلوم تجارة وكالوريوس بحري ومشكل طبيب على هبكشات ظباط، حاجة كده شهادات جامدة. شايفين؟ مش عايز اتكلم عن نفسي يعني. ندخل بقى على غرفة النور. مكتب لا انارة. انارة جدار. ايه ايه؟ جدران البتاع ديت. عرفتها. عرفت انت قصدي ايه؟ نحطها هنا عشان لو عايز ان هو بيت نور كله يعني من كتر الجمال. و احط واحدة كمان من دي. كويسة عاملة شغل. نطلع تاني فوق بقى ايه؟ نشوف. وكالعادة ده الحمام. بصوا يا رجالة، دلوقتي احنا فرجتكوا على البيت بتاع ابو خشم، وكالعادة احنا كل اسبوعين هبدأ اكمل السلسلة بتاعت ابو خشم. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هلعب مهمات ده في ابو خشم. مش الفيديو اللي جاي، السلسلة بتاعت ابو خشم، عشان الفيديو اللي جاي يكون هلعب اونلاين حلوة يعني هتعجبكم. و يا رب يكون الفيديو عجبكم. و يعني لو عجبكم الفيديو يعني اعملوا شيك بقى والحوارات الهبوكشات الجميلة بتاعتكم ديت. ورب يكون الفيديو عجبكم. قلتها تاني يعني بس يلا وبس كده. ويلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.